نتحدث أكثر عن هذا الواقع في السودان مع ضيفنا من بيروت الدكتور أحمد الدخيري، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لمنظمة أطباء بلا حدود. صباح الخير دكتور. يعني اجتمعت عوامل كثيرة، المناخ الاستوائي، البعوض، الحالة الكارثية للنظام الصحي، ليخرج لنا كارثة إنسانية مرتبطة بانتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضن. كيف تقيمون الوضع الآن في السودان؟ شكرا لكم على إثراء الضوء على هذا الموضوع، لأن الوضع الصحي في السودان كارثي. نحن نعمل في السودان في بعض هذه الولايات التي ذكرتها، نذكر من ذلك ولاية القضارفة، ولاية جنوب النيل الأبيض، جنوب كردفان، أو حتى في ولايات دارفور الثلاثة شقيها بالإضافة إلى خرطوم. نحن نرى أن الوضع الصحي يتدهور، خاصة بأن الوضع الصحي في الأساس هو كان قائم على المعينات، بالإضافة إلى عدم وجود الإمدادات الكافية. وقد تدهور الوضع باستمرار وضع القتال الساري حاليا في السودان، وبالإضافة إلى ذلك أن الأوضاع المناخية، خاصة بما كما ذكرت هطول الأمطار، قد أدت إلى استشراق كثير من الأوبئة. كما ذكرت، الأوبئة التي تأتي في فترات المناخية كالملاريا أو حتى كنتيجة للسوء الأوضاع على الصف الصحي، أو لعدم وجود النظافة الجيدة كنتيجة للنزوح أو استمرار الحروب، وهذا يؤدي إلى استصدار الكوليرا أو حتى الإسهالات المائية. فالوضع الصحي بأجمله كارثي كما ذكر. تصف منظمة الصحة العالمية الواقع بأنه أو الأمر المرتبط بحمى الضن كجبل الجليد الذي يظهر منه جانب فقط فوق الماء والحقيقة مخفية. هل برأيك انتشار حمى الضن أكثر بكثير من الأرقام المعروفة إلى حد اللحظة؟ نعم، ليس استغرب ذلك. ان حمى الضن هو مرض مستشري في منطقه شرق السودان، وكمان بالاضافه الى شمال دارفور ومنطقه كورتفان قبل الحرب، وذلك ضمن الوضع الصحي المتدهور الذي تم ذكره سابقا. فما بالك بان الوضع قد تدهور حاليا نتيجه للحروب وعدم امكانيه الوصول الى الادويه، بالإضافة إلى عدم وجود الإمدادات الطبية بطريقة آمنة، وتهالك النظام الصحي الحالي. نعم، أرى أن ذلك هو الوضع، ونرى أيضا أن زيادة الأمراض سوف تأتي في الفترة القادمة، خاصة في فترة الخريف. لقب حمى الضن هو حمى تكسير العظام لما قد يعانيه الفرد الذي يحملها من آلام. طيب، أمام معاناة الشعب السوداني الآن بعيدا عن مدلهمات السياسة، أين ترون الحل؟ إذا ما كانت الحرب مستمرة في السودان، المناطق تخسر المباني الاستشفائية والهياكل الطبية الرئيسية، أين هو الحل بالنسبة إليكم؟ لست في وضع لإجابة في شيء سياسي، لكن إذا كان الموضوع متعلق بالوضع الصحي أو الوضع الإنساني، نرى أن وجوب تأمين الوصول الآمن للمراكز الصحية، نرى وجوب تسهيل الإجراءات البيروقراطية، سواء كان من تسهيل استيراد الأدوية، تسهيل الطريق الآمن للإمداد الطبي، الطريق الآمن للمرضى وللعاملين الطبيين، وعدم التعرض للمراكز الطبية أو للمستحقين إليها. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن الطرفي النزاع والمستحقين هم كلهم كشعب سوداني يعانون من كثير من 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 الاحتياجات الطبية، ونرى أن استمرار هذا القتال يؤدي إلى استمرار هذه المعاناة.